ولمناقشة تطورات العملية العسكرية التركية شمالي سوريا معنا من اسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودأولو. مرحبا بك معنا سيد طه. أهلا وسهلا. من الناحية الميدانية، كيف ترى سير عملية نبع السلام مع إعلان وزارة الدفاع التركية السيطرة على رأس العين والتقدم باتجاه تل أبيض؟ يعني في البداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين. من دون شك أعتقد العملية التركية التي قام بها الجيش التركي منذ أيام اليوم هو أهم إنجاز تم إنجازه، وخاصة فيما يتعلق بالسيطرة على رأس العين. في الأيام الأخيرة الماضية كان كما تعلم هناك موضوع أو كانت السيطرة على بعض القرى، ولكن ما يهم الجيش التركي وما يهم الأتراك هو السيطرة على بعض المدن، ورأس العين وهي التي تمثل هناك كثافة عربية، وهذه نقطة مهمة للغاية. يعني كانت هي حقيقة نوعا ما حنكة من الأتراك حتى لا يتم اتهامهم بتغيير الديموغرافية. هذه النقطة. النقطة الأخرى أعتقد هي هذه المرحلة الأولى التي يقوم بها الجيش التركي. نعم هناك انتقادات دولية، انتقادات أوروبية أمريكية، أعتقد أنها تتسابق مع الزمن في الوقت الحالي للحصول على إنجازات على الأرض قبل أن تتصاعد هذه الانتقادات من قبل دول يعني رافضة لهذه العملية. ولكن المهم لأنقرة هو دحر هذه المنظمات التي تمثل خطرا للأمن القومي التركي. نعم، هناك كما تعرف عدد من القتلى بسبب قصف الميليشيات الكردية وصل إلى 3 في مدينة سوروج. كيف يمكن أن ينعكس يعني تنعكس أعداد القتلى وربما الجرحى في المستقبل على هذه العملية؟ يعني كما ذكرت لك، يعني أنقرة هي تحاول قدر الإمكان إنهاء العملية بأقصى سرعة وأقصى المرحلة الأولى. كما تعلم في الأيام الأخيرة الماضية كان هناك ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد انسحاب من بعض النقاط، ولكن حتى هذه اللحظة غير معروف دلالات هذا الضوء الأخضر، هل هو استدراج لتركيا في المستنقع السوري أم هو حقيقة جاء بعد الضغوط التركية. ولكن بتصوري أعتقد تركيا هي ماضية حاليا في عملياتها، و ايضا ماضيه في دحر او انهاء هذا المشروع الكردي الذي كان هناك فيما يتعلق بانشاء كيان كردي. تركيا حاولت في الفتره الاخيره الماضيه التفاوض مع الامريكان، ولكنها كل هذه المفاوضات اختتمت بعرض الحائط بسبب ولم تصل الى نتيجه. استاذ طه، قلت انها ستحاول ان تنهي المرحله الاولى من هذه العمليه في اسرع وقت، يعني هل هذه المرحله لها حدود جغرافيه وزمنيه معينه مثلا؟ يعني من دون شك يعني انقره حاليا هي تتابع ما يحدث على الصعيد الدولي، في حال يعني استمر الوضع على ما هو عليه، يعني اقصد خاصه فيما يتعلق بالضغوط صح التعبير الأوروبية الأمريكية، هي لا تبالي بهذه الضغوط، سوف تخدم على الخطوة الأخرى وهي المرحلة الثانية. وهناك مرحلة أخرى، مرحلة هناك قسمتها إلى 3 مراحل تركيا، وبتصور أعتقد يعني أنقرة يعني لن تتراجع بعد هذه اللحظة أو الفرصة التي أتيحت لها في الوقت الحالي، خاصة يعني أن هناك منذ فترة طويلة هي تطالب بإنشاء هذه المنطقة الآمنة، ولكن دائما هناك كان رفض وهناك مماطلة. أعتقد هي تحاول حاليا ب يعني صناعة أو أمنها أو حفاظ على أمنها من خلال العملية التي تقوم بها حاليا. من اسطنبول الكاتب السياسي التركي طه عودأوغلو، شكرا جزيلا لك.